بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. سأورد لكم اليوم أهم 10 علامات تدل على أن الشخص لديه مشاكل بالقلب أو قصور في القلب. أهم هذه العلامات وهي التالي: أولا الألم في منطقة الصدر، صعوبة التنفس، الشعور بنوبات الدوار والإغماء أحيانا، فقدان الشهية، فقدان الوزن بشكل مفاجئ، السعال الليلي، تورم الأقدام أو الأرجل، كذلك أيضا التعب السريع لبذل أي مجهود حتى وإن كان هذا المجهود بسيط جدا، كذلك عدم انتظام ضربات القلب وزيادة معدلات التبول. هذا بالأخير، أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية، ولكم مني جزيل الشكر. مشاهدين الكرام، اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.